رح نروح لفقرتنا التالية، سلكي وامن. بدنا نقول صباح الخير لليليان وصباح الخير لماري، ميرسي لكم، وفيرونيك كمان، ميرسي فيرونيك. منتابع بهذه الفقرة، خلينا نتعرف هلا على وضع الطرقات الجبلية ووضع أكيد مداخل بيروت في هذه الأثناء من غرفة طبعا التحكم المروري من المعاون أول بقوى الأمن الداخلي لقمان عز الدين. ناصر الدين. ناصر الدين. ألو. صباح الخير. صباح الخير، تفضل. يعطيك العافية. بداية من الطرقات الجبلية، طريق دهر البيضر سالك حاليا امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات، اما طريق ترشيد زحله فهي مقطوعه حاليا. باقي الطرقات من جزين كفرحونه باتجاه البقاع عم تكون لدفع الرباعي، اما مرجعيون حصبيه رشاي المصنع فعم تكون سالكه امام جميع المركبات. نعم. باقي الطرقات المقطوعه بسبب تراكم الثلوج عندنا عينات الارز، فرد بيان حدث بعلبك، كيف معصر الشوف كفريه ولقبيات الهرمل. نعم. هيدي مقطوعه بسبب تراكم الثلوج. بالنسبه لطريق شبع عين عطا وشبع كرشوبة ايضا مقطوعه بسبب تراكم الثلوج. بالنسبه للطرقات داخل العاصمه فعم تكون الحركه حتى الساعه على المداخل وداخل العاصمه حركه ناشطه الى طبيعيه من دون اي عوائق للساعه. نعم. بالنسبه للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعه الماضيه، تسجل عندنا اربع حوادث نتج عنهم اربع جرحى، بنتمنى لهم الشفاء العاجل. مخالفات سرعه زائده الرادار بلغت 268 مخالفه سرعه زائده. اكيد عبر شاشتكم نتمنى على السائقين الاستعلام عن الطرقات الجبليه قبل سلوكها على الرقم 1720، ونحن بخدمتهم ليلا نهار. شكرا لك المعاون اول بقوى الامن الداخلي لقمان ناصر الدين من غرفه التحكم المرور ولكل العاملين في هذه الغرفه.